احنا في الوقت الحاضر قرابات 24,000 عامل، 24,000 عامل. ومن ناحية رقم المعاملات قلت الساعة 3 مليار و200 مليون، 3 مليار و200 مليون دينار. من ناحية المساحات المبنية عدينا 1,200,000 قرابات 1,200,000 متر مربع. احنا كما قلنا معناها هي اهم شيء بالنسبة لنا احنا هي الاستفادة من التجارب الناجحة، واكثر من هذا انه نحبه معناها الناس كل انها فعلا تبني الاقتصاد البلاد. وقت اللي نقوله نبني اقتصاد البلاد هي انه ثم ناس راهو محناش اليوم هذا كبير وهذا صغير، ولكن الكبير هو بشيخ بيد الصغير، وفعلا انه نتطور ببلادنا. والله احنا سي عبد الوهاب بن عيادي طبيعة الحال اليوم هو نموذج، مش هو معناها يعتبر نموذج للناس الناجحين. اليوم سي عبد الوهاب بن عياد عندنا في البحث العلمي مدرسة الطب البيطري، عنده عمل جناح كامل ومدرج كامل للتدريس. كذلك عندنا كل مهندسين خاصة في قطاع الانتاج الحيواني يتعلموا للشركة نتاعه هو حل يدي. كذلك ما ننساش دوره في المنظومة نتاع التحويلية. واليوم إذا كان نشوفوا مستوى وصل إلى حد اليوم عندنا ما شاء الله من الانتاج متوفر في السوق، هذول انتاج وحده ما يكفيش، لابد من تحويل. تحويل وحده ما يكفيش، لابد ترابط بين المنظومة نتاع الانتاج في علاقات تعاقدية. وظن النموذج في الدجاج ومنجو النموذج للبولينا هو نموذج احتدى فيه ودروس عربية. نظن اليوم كما شفت وزارة الفلاحة الهدف الرئيسي من تدعيم المنظومة. We'll be right back.